بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله بالخير أوقاتكم مشاهدينا أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مستقبل وطن. مشاهدينا الأعزاء، في أي سياق تأتي زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له إلى جمهورية السودان العربية؟ وكيف ساهمت هذه الدولة السودان الشقيقة في دعم الشرعية ومواجهة الإنقلابيين في اليمن؟ وما أبرز مجالات التعاون والتسهيل التي تقدمها الحكومة السودانية لليمنيين؟ زيارة الحكومة اليمنية للجمهورية السودان وجهود دعم الشرعية موضوع حديثنا لهذه الليلة من برنامج مستقبل وطن. أناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الاستوديو، رئيس تحرير موقع هنا عدن، الصحفي والناشط السياسي الأستاذ أنيس منصور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، سعيدين أن تكون معنا. حياك الله، ونحن سعيدين جدا كذلك. كما سيكون معنا أيضا عبر الهاتف مجموعة من الضيوف حول عناوين ذات الصلة. قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا هنا وضيوفنا أيضا عبر الهاتف، نتابع وإياكم مشاهدينا هذا التقرير الذي يسلط الضوء على الزيارة، من ثم نبدأ نقاشنا. زيارة رسمية يحط فيها رئيس الحكومة الشرعية والوفد المرافق له رحالهم في دولة رفضت منذ البدء البقاء في المنطقة الرمادية، منطقة حياد الصمت، بين شرعية انتجها اليمن وانقلاب انتجته إيران. وصول رئيس الوزراء اليمني إلى الخرطوم ومراسم الاستقبال التي تصدرها النائب الأول للرئيس السوداني، إجراءات ستتلوها مباحثات تنسيق لحاضر تحالف عربي تشارك فيه الدولتان، ومستقبل تعاون يعود بالنفع على شعبيهما الشقيقين. الزيارة الحكومية للسودان تأتي في ظل جهود بذلتها وتبذلها الحكومة السودانية في دعم الشرعية ومساندة الشعب اليمني، وهي مواقف تنطلق فيها السودان بحسب تصريحات سودانية رسمية من منطلق مبدئي قوامه الدفاع عن الأمة العربية والإسلامية، وهو ما يتجلى في الدفاع عن أرض الحرمين قبلة المسلمين وعن اليمن مهد العروبة. المشاركة الفاعلة للسودان ضمن قوات التحالف العربي منذ انطلاق عاصفة الحزم يوازيها دور سوداني رسمي وشعبي في الوقوف مع اليمنيين سياسيا وإنسانيا، إذ يحضر السوداني في نقاش وضع اليمن مدافعا عن تطلعات اليمنيين، مدركا خطورة الخطوات الإيرانية من خلال تجربة السودان مع المراكز الإيرانية التي عاثت في السودان فساد فكر وممارسة، وتحت لافتات ظاهرها رحمة التعليم وباطنها عذاب العنصرية والتحريض، قبل أن توجه الحكومة السودانية بإغلاقها تماما. يقف السودان مع اليمن إذن في خندق واحد في وجه مشروع إيراني يستهدف الكل، وتختار السودان أن تكون في الصدارة، صدارة المعركة العسكرية، حيث يقف الجندي السوداني إلى جوار إخوانه العرب، وصدارة معركة الإنسانية حيث تمد السودان يد العون للشعب اليمني بحسب الإمكان والمستطاع. وإذا كانت أرض المواجهة الدائرة عربيا وإيرانيا تستقبل جنود السودان المدافعين عن كرامة أمة، فإن أرض السودان تواصل استقبالها لجموع اليمنيين الباحثين عن موضع أمن أو جامعة تعليم، وهما مشهدان ضمن مشاهد متعددة تشهد جميعها أن للسودان حضورها المميز دعما للشعب اليمني وشرعيته، ومن أكثر من زاوية ومجال. شكرا للزميل فؤاد فارس على هذا التقرير، وأجدد ترحيبي بكم مشاهدينا، كما أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ أنيس منصور، الصحفي ورئيس تحرير موقع هنا عدن. مرحبا أستاذ. أهلا وسهلا. زيارة رئيس الوزراء اليوم والوفد المرافق له هي الزيارة الأولى للدكتور أحمد عويد بن دغر منذ توليه رئاسة الحكومة، في أي سياق تأتي هذه الزيارة؟ طبعا أول شيء هي ليست فقط زيارة، أول زيارة هي أول زيارة أيضا للحكومة اليمنية الرسمية منذ انطلاق عاصفة الحزم. تأتي هذا الزيارة لمجموعة من العناوين التي ممكن أن نقف معها. تأتي سياق هذا الزيارة هي ضمن التعاون الذي قدمته السودان لليمن في ظرف عصيب. هذا التعاون هو تعاون عسكري، تعاون إنساني،
تعاون تعليمي، تعاون أيضا في الجانب المجال الخارجي أو عملية التنقلات. يأتي ذهاب أحمد عبيد بن دغر والوفد المرافق له من ناحية الاعتراف الجميل أو الاعتراف بأن الوفاء بالوفاء مبادرة هؤلاء، أنهم كانوا في ظرف، كان الشعب اليمني في ظرف عصيب، كانت الميليشيا تنتزع وتنهش البلاد من جهة من في المحافظات الجنوبية وفي المحافظات الشمالية وفي المناطق الوسطى، وبالتالي استدعى أن تكون أول شيء أن السودان الدولة التي كانت واضحة وقوية مع عاصفة الحزم، لم يكن وقوفها مع عاصفة الحزم عبارة عن بيان، لم يكن وقوفها مع عاصفة الحزم عبارة عن خطاب وموقف سياسي فقط كما بعض الدول، لكن كان موقف السودان هو موقف واقعي أرضي لمسه الشعب اليمني عندما بدأت هذه القوات التي وصلت. أتذكر عندما بدأت عملية وصول القوات السودانية إلى ميناء الزيت، وعندما كانت القوات الإنقلابية تنهش من أطراف مدينة عدن ومن أطراف محافظة لحج، كانت القوات السودانية تحط رحالها على ميناء الزيت في منطقة البريقاء وتتوزع على بعض المعسكرات وبعض المواقع. لم يكتفوا بذلك، إنما بالعودة إلى الزيارة. جهود نعم. السودان والداعمة للشرعية منذ اليوم الأول كان واضحا، وهناك تصريحات تؤكد يوما بعد يوم على شرعية الرئيس. ما طبيعة الزيارة؟ أنت أشرت إلى أنها تأتي لتأكيد العلاقات. طبعا هي تأتي هذه الزيارات لأنه أصلا أصبح اليمنيين يشعرون على أن السودان هي الوطن الثاني لهم. تصور أنت أخي أن كثير من الدول تبحث لابد من الدخول بتأشيرة، إلا السودان أعفت اليمنيين من الدخول بتأشيرة، تعرض المرضى والجرحى لمضايقات في عدد من الدول العربية بما فيها دولة الأردن، فتم نقل كل المرضى من داخل الأردن إلى داخل السودان ففتحوا أذرعتهم. أيضا لم يكن بذلك، إنما تم نقل الطائرات السودانية وصلت إلى مطار عدن تبع الهلال الأحمر السوداني، وقاموا وأخذوا الدفعة الأولى قبل حوالي عام من هذا التاريخ، وأخذوا الدفعة الأولى من جرحى محافظة عدن، والدفعة الثانية من جرحى محافظة لحج، والدفعة الثالثة من محافظة عدن لحج أبين، وظلت الدفعات تتواصل ذهابا وإياب، دفعة تأتي ودفعة تعود. إضافة إلى ذلك أنه أوصلوا أطباء إلى داخل عدن وقاموا بعملية تدريب وتأهيل عدد من الكوادر في العمل الطوعي الإنساني. ليس كذلك، إنما أوصلوا أيضا كمية من الأدوية ومن المعدات الطبية التي تحتاجها محافظة عدن، وتسلمها مدير مكتب الصحة آنذاك في محافظة عدن الخضر الأسور. بمعنى أنه هذه المواقف التي نحن كنا بحاجتها لابد من رد الجميل، وجاءت هذه الزيارة في هذا الإطار. طبعا أنت أجملت كثير من المواقف وسنعود ونفصل فيها وسنأخذ فيها أكثر. قبل أيام خلال الأسبوع الماضي وفد الإنقلابيين في إطار بحثه عن شرعية معينة أو على الأقل دعاية إعلامية له يستطيع أن يقدمها إلى أنصاره، وفي مجال أيضا حج الأنصار كان هناك زيارة لمجلس الحوثيين إلى العراق وجال فيها والتقى بمسؤولين هناك، وهناك عتاب أيضا من الجامعة العربية على هذا الموقف. تأتي اليوم زيارة الشرعية إلى دولة السودان وهي ضمن الحركة الدبلوماسية النشطة التي تقدم يعني الدولة اليمنية إلى هذه الدول، وأيضا تناقش معها مستجدات الأوضاع. نعم. المقارنة بين الأمرين. طبعا المقارنة كبيرة جدا. هناك لقاء على منحنى اتجاه عسكري سياسي، وهناك التقاء طائفي، وهناك لقاء طائفي. فرق ما بين الطائفة التي تريد أن تفرق وتمزق والتي هي ارتهنت لمشروع آخر، وهو المشروع التدميري الذي يدمر اليمن تحديدا، أو يريد، أو الهدف أنه تدمير ما تبقى من اليمن، وفرق ما بين زيارة العرفان وزيارة الوفاء وزيارة التبادل السياسي أو الاقتصادي العسكري
بغيرها. أنا أقول لك هناك الآن اتفاقيات ستكون ما بين اليمن والسودان، ربما قد بعضها تمت اليوم مع بين وزيري الداخلية بانتداب على ما أعتقد دفعة كبيرة جدا لعملية إعادة تأهيلهم في السودان على نفقة دولة السودان، هذه أيضا مقدمة من المقدمات. ربما سيكون هناك عملية مسألة قبول الطلاب أيضا في الجامعات، ربما أيضا عملية استمرار نقل المرضى والجرحى إلى السودان. لكنني هنا ومن هذه اللحظة ومن هذا المكان وربما يسمعنا أوجه عتابا، 43 مريضا مرميا من أمراء تعز موجودين داخل عدن، كان الأصل أن يتم نقلهم خلال الأسبوع الماضي إلى محافظة إلى دولة السودان، إلى الآن ما زالت زيارتهم إلى السودان أو نقلهم إلى السودان يتم عرقلتها. الخطأ ليس في السودان ولكن الخطأ على فكرة في الإدارة اليمنية، وهو عتاب لابد أن نوجهه، وهم موجودين الآن مرمين في محافظة عدن، هذه نقطة مهمة. هذه نقطة نعم. لكن طيب في إطار يعني تلاحظ أن الوفد المشارك أولا في هذه الزيارة وفد رفيع المستوى من قبل الحكومة، يشمل رئيس الوزراء ونائبين له ووزراء أيضا في الحكومة، وأيضا الاستقبال من قبل جمهورية السودان كان أيضا رفيع المستوى. رفيع كبير. هذا يعكس ماذا؟ هذا أولا هذا يعكس مدى الحب، مدى الأخوة، مدى التماسك، مدى أهم القضية الكبرى. السودان تخلصت من كثير من المدارس التي كانت بدأت تمارس عملية الاستقطاب الإيراني، وقام البشير وأصدر قرارا بإغلاق كثير من المرافق والأماكن التي بدأ الأخطبوط الإيراني يتغلغل إليها. الأمر الآخر، الهدف من ذلك هو أنه لديهم مشروعا وطنيا كبيرا جدا عروبيا، يشعر هؤلاء أن هؤلاء مستهدفين. باليوم بالأمس استهدفت العراق، استهدفت سوريا، ثم السودان، ثم سوريا، ثم اليمن، وإن الدور قادم أيضا إلى السودان بعد أن كشفت كثير من الخلايا وكثير من التحركات في نفس هذا الاتجاه. هذا العمل الذي تم من قبل السودان كان هو ليس فقط مساعدة بقدر ما كان أيضا هو وقاية لها وتمسكها بهذا المشروع، رفضها للمشروع الصفوي الإيراني الدولي الذي تحركه بعض القوى الدولية وتستخدمه كفزاعة أو تستخدمه كوسيلة، أو هو ضمن صراع دوليا موجود على الساحة العربية وبالذات الساعة يعني استهداف دول الخليج وأيضا الساحة العربية. نحن بانتظار دخول الأستاذ عبد الرقيب فتح وهو أحد الوزراء المشاركين في الوفد ليطلعنا أيضا عن كثير من هذه التفاصيل. الجيش السوداني، الحكومة السودانية منذ اليوم الأول أشرت إلى دورهم في داخل الأراضي اليمنية، يحاول الإنقلابيون أن يشوهوا هذا الدور ويصفونه بأوصاف يعني تليق بهم. نعم. تليق بمن يصفون بهذا الوصف. جهود الجيش السوداني في عمليات تحرير المحافظات اليمنية والمشاركة في التحالف العربي، كان لدور الجيش السوداني وإن كان تعاونا رمزيا نوعا ما، لكن كان له دورا كبيرا جدا في عملية أول شيء القتال العسكري في بعض الجبهات وتحديدا ما بعد منطقة العند، وهناك سقط شهداء أيضا، وللعلم أن هناك جرحى وشهداء سقطوا في جبهة كرش من دولة السودان في جبهة كرش، وبعضهم أيضا استشهدوا بطريقة الألغام. الأمر الآخر، عملية السخرية التي يستخدمها الإنقلابيين تحديدا تؤكد على مدى الفشل الكبير جدا. أيضا دخول السودان هو تأكيد على أنه ليس المعركة فقط هي معركة يمنية، وليس كما يريد أن يصورها بعض أدعياء الحداثة في بعض القوى السياسية التي هي متعلمنة كما نقول أو نسميها اليسارية، التي تريد أن تصور على أن المعركة معركة يمنية سعودية فقط. هذه الصورة، المعركة هي كانت معركة يعني يمنية، وكانت هناك دول عددها يعني عدد من الدول اندرجت ضمن عاصفة الحزم هي التي قامت بتأييد ودعم هذا الموضوع. الشيء المؤسف جدا والمخجل أنهم يعني الانقلابيين دائما يمارسون الإشاعة والبشاعة في أي عمل سواء كان لصالح الشرعية، وهذا سلوكا مبتذل من قبلهم. السودان دولة عظيمة
ودولة عريقة ودولة كانت في مستنقع الفقر، اليوم بدأت تنتشر أوضاعها يعني كبير جدا. السودان يعني نستطيع أن نقول أنها من الدول التي استطاعت أن تخطو خطوات في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال العسكري. فلماذا يتم هؤلاء ويتم الزوبعة والدندنة التي يمارسها الانقلابيين بألفاظ وغيرها من المصطلحات التي ظل يلوكوها من باب النكاية والوشاية أو من باب الاستحقار من قوات الشرعية؟ هو يستحقر حتى في أبناء اليمن جميعا. نعم. كل من لا يقف معه. طيب اسمح لي هنا أستاذ أنيس أن أشرك معي من الخرطوم الصحفي صالح السريمي، وهو رئيس تحرير صحيفة الصحافة. سعد الله مساك سيد صالح. أهلا وسهلا، حياكم الله. أهلا وسهلا، سعيدين أن تكون معنا. ونحن نتحدث عن زيارة الحكومة اليمنية إلى السودان وجهود السودان في دعم الشرعية. أولا ما تعليقك على الزيارة؟ والله الزيارة جاءت في وقت مهم جدا، خاصة لأن السودان يعني من الدول المساندة لليمن في جانب علاج الجرحى. تعتبر السودان مقدمة الدول التي استقبلت الجرحى اليمنيين، وبالتالي زيارة الحكومة اليمنية للسودان هذا سيعزز من مستوى التعاون، تعاون السودان مع اليمن في مسألة معالجة الجرحى، خاصة وأن الأخ رئيس الوزراء أيضا كما يبدو أنه اتحد معه الأخ وزير الصحة، وأيضا هناك تعاون في مجال التعليم. المؤسسة التعليمية ساوت الطالب اليمني بالطالب السوداني في مسألة الرسوم في مستويات البكالوريوس، وأيضا في بعض الكليات فتحت في الدراسة العليا، ويعني يعني هناك مساواة في الرسوم ما بين الطالب. هناك تسهيلات كبيرة أيضا بين البلدين، لكن أشرت إلى موضوع الجرحى. تسهيلات كثيرة. أشرت إلى موضوع الجرحى أستاذ صالح، و تعتبر السودان من الدول التي تستقبل جرحى الجيش والمقاومة وتقدم لهم الخدمات، لعلك أيضا أنت مطلع على هذا الملف ومتابع له. نعم. ما الجهود المبذولة؟ هل هناك إحصائيات بعدد الذين يتلقون العلاج وكيف هي أوضاعه؟ والله بالنسبة للإحصائيات ليست هناك إحصائية محددة بالضبط، لكن هناك دفع تأتي ودفع تغادر من السودان بعد انتهاء العلاج. يعني في تحرك وحركة واضحة يعني في السودان في مسألة الجرحى اليمنيين. آخر دفعة يعني قبل تقريبا أسبوع وصلت إلى السودان، ويعني السلطات السودانية حقيقة متعاونة جدا جدا في هذا الجانب، ولم تقصر في هذا الجانب أبد، ولكنها كانت أيضا نحن بحاجة كأنه في هذا الجانب بحاجة للحكومة اليمنية أيضا أن تتواصل مع السلطات السودانية بشكل أفضل، وهذا يعني إن شاء الله ما أعتقد ما سيتم في خلال هذه الزيارة. السودان مشكور يعني لم يقدم العلاج فقط، وإنما قدم أيضا الدماء، وعلاقة اليمن بالسودان علاقة أزلية يعني، ولا أعتقد أن هناك طالب يمني من الطلاب اللي الآن أصبحوا يعني البعض منهم مدرس والبعض منهم موظف والبعض منهم لا أعتقد أنه لا يعرف دور السودان في كثير من المجالات، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو غيرها من المجالات. أشكرك جزيل الشكر الصحفي صالح السريمي رئيس تحرير صحيفة الصحافة، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. إذن في إطار الإشارة إلى موضوع الجرحى الذين يتلقون العلاج في السودان، السودان فتحت مستشفياتها للجرحى اليمنيين من الجيش والمقاومة، وهناك أسراب من الطيران يأخذ كل مرة مجموعة من الجرحى ويتم إسعافهم. هذه الجهود تفصيل أكثر عنها. طبعا الأجمل في هذا الجهود، أنا طبعا كنت على لقاءات متعددة بحكم عملنا الصحفي والإعلامي اليومي في مسألة متابعة كثير من الأخبار والأحداث، كان هناك شيء اسمه التعامل الأخلاقي والإنساني. تصور كثير من المرضى عادوا بانطباع إيجابي جميل جدا، هذا الانطباع الإيجابي هو التعامل الأخلاقي من قبل السودانيين الأطباء والممرضين والعاملين في مستشفيات سودانية، تعاملوا مع اليمنيين بتعامل أخلاقي راقي، وبالتالي لم تسجل منذ العام الماضي حتى الآن، لم تسجل لم تترقى وزارة الصحة ولو شكوى واحدة من أحد مرضى من أحد المرضى الموجودين في السودان. هذه تأكيدا مؤكد يعني أنه لا يوجد حتى شكوى واحدة تلقاها القيادة السياسية اليمنية أو وزارة الصحة أو المشرفين
من داخل السودان، هناك عشرات الشكاوى من داخل الهند، هناك عشرات الشكاوى من داخل الأردن، لكن لا يوجد حتى الآن أي شكوى من مرضى الذين ذهبوا إلى السودان، وهذا يؤكد ويعكس الواقع الأخلاقي والقيمي والإنساني الذي تعامل به السودانيين مع الشعب اليمني ومع المرضى اليمنيين. وهذه يعني في مسألة عملية الاستقبال وعملية يعني المجارحة وأيضا عملية الاهتمام بالمرضى وتوفير العلاج المجاني، مراحل كثيرة جدا تم التعامل بها مع هؤلاء الجرحى بتعامل راقي كبير جدا. بعض العمليات أو بعض الحوادث أو بعض المرضى وبعض الجرحى خضعوا لعمليات معقدة كبيرة جدا لم يعني تم التقديم بذلك. لا ننسى أن هناك اتفاقا بين المركز الملك سلمان وبين وزارة الصحة السودانية في هذا الاتجاه، لكن الشيء الأروع أن هناك تعامل ملائكي يعني راقي جدا كان من قبل السودانيين، وما زالوا يستقبلون وما زالت جنودهم على الأرض. ما زالت يعني دولة السودان فاتحة مستشفياتها لكل المصابين. نعم. هناك مصابين كثر وجرحى كثر ما زالوا في تعز وفي بعض وفي غيرها من المحافظات. هل المشكلة في أنه العدد الذي فتحته مثلا دولة السودان لاستقبال الجرحى محصور وقليل، أم المشكلة في الحكومة أنها لم ترتب هذا الملف بشكل جيد؟ سؤال جميل. وتعطي الجرحى حقوقهم. سؤال جميل. السودان لم تضع أي رقما في مسألة التعامل مع الجرحى والمصابين في أحداث عدن، والآن بدأت في عملية الذين أصابوا في أحداث تعز. هي طرحت سقفا لا محدودا في مسألة التعامل في أي شخص يحتاج إلى عملية، لكن هناك نستطيع أن نقول نوعا من في مسألة التحضير والإعداد في مسألة نقل هؤلاء الجرحى، لأن عملية النقل حتى من تعز إلى عدن كانت نوعا ما معقدة نوعا ما، ووصلت بها الحال أن يعقد محافظة تعز اتفاقية رسمية من مع محافظة عدن من أجل فقط تأمين هؤلاء الجرحى، وهذه مسألة كبيرة جدا تتحملها الجهات الرسمية وجهات الدولة. لكن دعنا نبتعد عن هذا الموضوع لنقول لك أن المسألة هي مسألة أن الجرحى هؤلاء في السودان لا يوجد لسقف محدود، هناك وجود لسقف مفتوح للوصول. أنت أشرت إلى أن مجموعة من الجرحى. نعم. أشرت إلى أن هناك موجود مجموعة من الجرحى في محافظة عدن الآن ينتظرون. نعم. نقلهم إلى السودان. أين المشكلة؟ المشكلة في الإدارة اليمنية وليست في التعامل مع السودانيين. المشكلة في مسألة الخطوط الجوية اليمنية هي التي ستقوم بهذه العملية، لأن هناك عملية نقل المسافرين اليمنيين، هناك رحلات من داخل سيئون إلى داخل لطيران الصعيدة، من داخل سيئون إلى داخل الخرطوم والعكس، وهناك الآن على أساس أنه سيكون رحلات لطيران اليمنية من داخل السودان إلى داخل اليمن والعكس. لماذا؟ لأنه كثير من اليمنيين من بعض الدول سواء العربية والأجنبية يذهبون ويصلون إلى دولة السودان، وبالتالي ينطلق من السودان إلى، لأنه الدولة الوحيدة التي فتحت في مسألة التنقل كجس العبور، بعضهم يدخل إلى السودان في مسألة عبور إلى أي دولة أخرى، فأصبحت السودان هي الدولة التي فتحت كما قلت لك عملية العبور، حتى عملية التنقل والعبور. الناس منتظرين، الجرحى هؤلاء منتظرين من الذي عرقل عملية سفرهم؟ لماذا هناك صمت من هذا الاتجاه؟ لماذا لا يتم هناك تحرك في مسألة نقلهم خلال المحرقة؟ لأن هناك جرحى يستدعي علاجهم عدم الانتظار وعدم البقاء في المشافي، بحاجة إلى عملية نقلهم بشكل مباشر وبشكل سريع. هذا الذي حاصل تحديدا. إذن جهود إذن السودان تأتي في إطار جهود مجموعة من الدول من ضمنها المملكة العربية السعودية على رأسها. نعم. المملكة العربية وعلى والإمارات والأردن. نعم. الحديث عن المملكة لاستقبال موضوع الجرحى. لا أنا يعني بعض الدول تكفلت بالجانب المادي في مسألة مثلا زي الإمارات لعبت دور كبير جدا في مسألة نقل الجرحى من داخل الأردن الذين تستدعوا إجراء عمليات إلى داخل الهند، وهؤلاء أيضا موضوعهم آخر عن طريق الهلال الأحمر الإماراتي، لكن ورقم محدود وسقف محدود تحديدا لم يكونوا في هذا الاتجاه. لكن الذي نريد أن نتحدثه أنه أيضا أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية فأعتقد أن مركز الملك سلمان لعب دورا كبيرا جدا،
وهذا لا يحتاج لأن نكون عبارة عن عنوان بسيط، هذا يحتاج لأن يكون هناك حلقة عن مسألة دور المركز الملك سلمان في مسألة دعم الجانب الإنساني ودعم الجانب الطبي ودعم معالجة الجرحى، هذا موضوع آخر. الذي يهمنا الآن هو مسألة موضوع السودان، هذا هو الذي الأهم وهذا الذي نتحدث عنه. نعم. ليس المسألة يعني محصورة في موضوع الجرحى، هناك تعاون واسع بين البلدين. أخذ الطلاب سواء الدارسين للبكلاريو أو الدارسين للدراسات العليا الماجستير والدكتوراه حيزا كبيرا في هذا، نلاحظ توجه كبير من طلاب يمنيين نحو الدراسة في السودان، ما السر في هذا؟ طبعا أول شيء السر لوجود التسهيلات، هناك تسهيلات كبيرة جدا. السر يعود لعدم وجود أي إجراءات معقدة، عدم وجود أي إجراءات معقدة سواء مسألة عملية الرسوم، ويبدو أن الأخ قد تحدث أن هناك سيكون عملية توازن في مسألة الرسوم ما بين الطالب السوداني والطالب اليمني، لأن ربما أن هناك الطلاب اليمنيين يتم أخذهم يعني ارتفاع في نسبة أو معينة في مسألة الرسومات وغيرها من هذا الاتجاه. الأمر الآخر أن هناك تستطيع أن تقول أن من درسوا في السودان عادوا بكمية كبيرة جدا من النضج السياسي والعلمي والثقافي، وأثروا المجالات التعليمية تحديدا بإثراء كبير جدا لوجود عراقة في مسألة التعامل السوداني. أنا أتذكر أنه كثير من الجهابدة والكبار الآن، كان هناك كثير من المدرسين في المنطقة في كثير من المحافظات اليمنية هم من السودان في فترة من الفترات خلال الأعوام ما قبل 2006 وقبل عام 2000 أيضا. أتذكر كثير من السودانيين الذين كانوا موزعين على كثير من المدارس اليمنية ولعبوا دورا كبير جدا في مسألة تكوين ثقافة كبيرة واعية ونضج كبير جدا وأيضا سعة علمية واسعة، وبالتالي أيضا حققوا هذه النجاحات. البعض من نال الدكتوراه والبعض من نال الماجستير، وكثير اليوم من الرموز الآن اللي موجودة في الدولة تحديدا حتى بينهم وزراء بينهم سفراء بينهم قادة بينهم عسكريين بينهم كذا، أخذوها من أخذوا الدكتوراه وأخذوا البكالوريوس وأخذوا الماجستير من داخل السودان، مما يؤكد على أن هؤلاء العطاء لعب أو أن التعليم في السودان أيضا لعب دورة كبير جدا في هذا الاتجاه. لكن في موضوع آخر أخي، أنا أريد أن أنبه على موضوع آخر. هناك يبدو أن هناك مزارع وهناك يعني تستطيع أن نقول بعض الأشياء التي كانت موجودة تابعة لعلي عبد الله صالح دخلت السودان تبع المؤسسة الاقتصادية العسكرية. هذه المزارع وهذه بعض المؤسسات الخاصة هناك الموجودة، كان هناك نوع من الاتفاق، لا ندري ما هو مصيرها، هل هي ما زالت بيد الحكومة السودانية، هل ما زال عفاش وزبانيته هم من يتحكمون فيها والمصر الاقتصادية والحوثيين فيها؟ هذا موضوع يريد أن يبحث فيه ويريد أن يتم أن يستنتج فيه ونسمع، ويريد أن يكون هناك صوتا رسميا الحكومة. نعم، هناك موارد خاصة للمؤسسة الاقتصادية العسكرية من أسس الاقتصادية اللي الآن يعني بيد الإنقلابيين، كانت لديها يعني أسهم وبعضها في شركات وبعضها في مؤسسات وبعضها أيضا مزارع موجودة داخل السودان تبعهم، لا ندري هذه إيش مصيرها وما هو موقعها في إطار التعاون. أيضا السودان قدمت لليمن العديد من الفدانات، يعني مساحات كبيرة من الفدانات الصالحة للزراعة. نعم. وطالبت اليمن خلال المرحلة الماضية أن تقوم بعملية زراعتها بما ينعكس على الغذاء وتأمين الغذاء الداخلي اليمن. نعم. هذه الجهود أيضا تبذلها السودان لدول الجوار وكل من يريد من ضمنها اليمن. نعم. أهمية هذا بالضبط. طبعا الأهمية أنه هناك اهتمام كبير جدا ليس من وليد اللحظة وليس فقط في عملية طفرة، هناك اهتمام كبير جدا من قبل السودان باليمن في كثير من المجالات، وهو اهتمام تاريخي ليس من اليوم فقط. يعني الآن كثير من الأسر اليمنية موجودة داخل السودان منذ سنوات متعددة تحديدا، يعني هناك كثير من القيادات التي تربت وتعرعت وعاشت ودرست وتعلمت وما زال أثرها موجود حاليا أيضا داخل السودان. العلاقة ما بين السودان واليمن علاقة وطيدة كبيرة جدا، علاقة استراتيجية وليست فقط علاقة دبلوماسية وسياسية، هي علاقة فكر، هي علاقة ثقافة، هي علاقة سياسة، هي علاقة متنوعة ومتعددة تحديدا. يعني هناك أيضا تشابه ما بين شمال السودان وجنوبه وشمال اليمن وجنوبه. نعم. وانفصل جنوب السودان عن الشمال لكن لم يستقر. لم يستقر.
إيحاءات هذا المعنى سنأخذه بعد أن نخرج إلى فاصل قصير. مشاهدينا نخرج إلى فاصل قصير، من ثم نعود نكمل حوارنا مع ضيفنا هنا الأستاذ أنيس منصور فيما يتعلق بزيارة الحكومة اليمنية إلى السودان وجهود السودان في دعم الشرعية. بقوا معنا. مرحبا بكم مشاهدينا، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل القصير لنكمل حوارنا مع ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ أنيس منصور الصحفي ورئيس تحرير موقع هنا عدن. مرحبا بك أستاذ أنيس. تحدثوا إياه حول زيارة الحكومة اليمنية إلى السودان وجهود السودان في دعم الشرعية. مرحبا. كان من المفترض أيضا أستاذ أنيس أن يكون معنا الأستاذ عبد الرقيب فتح وزير الإدارة المحلية، وقد نسقنا معه من السودان حتى يطلعنا على طبيعة هذه الزيارة، وأيضا السكرتير الصحفي بمكتب رئيس الوزراء الأستاذ غمدان الشريف، بالإضافة إلى نائب رئيس اتحاد الطلاب اليمن لليمنيين الدارسين في السودان. مجموعة من الاتصالات، هناك صعوبة في التواصل مع بعضهم. في إطار حديثنا قبل الفاصل عن تشابه البلدين وتداخل الثقافتين وتقارب أيضا العادات والتقاليد، كوننا أيضا دول عربية ودول مسلمة، تأتي شمال السودان وجنوبه وتجربتهم التي أفضت إلى الانفصال. وما هو عليه الوضع الآن؟ طبعاً كيف ينعكس ذلك أو يستفاد من ذلك في وضع اليمن؟ طبعا قبل الحديث عن الرد على ذلك، أؤكد لك أنني كنت على تواصل مع الأخ غمدان الشريف، وتحدث أن نائب رئيس الحكومة أو نائب رئيس الدولة السودانية أكد على مسألة وحدة أمن واستقرار اليمن، وعلى الدعم الشرعية دعما قويا جدا، وأكد على أنه لابد من مسألة دعم الشرعية حتى تستعاد الدولة اليمنية بكل مكوناتها وبكل أهدافها وفق المرجعيات المتفق عليها. الحديث عن موضوع انفصال الجنوب السودان وغيره، علينا أن نأخذ عبرة وعظة. السودان، جنوب السودان، كان قد قرر مصيره بعد عملية الاستفتاء في مسألة استعادة أو مسألة أنه لابد أن ينفصل، وكان لديه مجموعة من العوامل الإيجابية والحقيقية التي من ضمنها اللغة والدين والمنطقة وغيرها من الأمور، ولديه خلفية تاريخية من يستطيع أن يعني ينفصل فيها، وتم العملية الانفصال كانت تمت عملية بسلام. لكن السؤال الذي يطرح نفسه ويطرحنا ويضعنا جميعا هي: ماذا استفاد جنوب السودان من الانفصال إلى الآن؟ 4 أو 5 سنوات تحديدا منذ أن انفصل جنوب السودان، لكنه لم يستقر حتى اللحظة. ما قتل وما استشهد وما جرح وما دفعه السودانيين خلال هذه السنوات، جنوب السودان نعم السودان جنوب السودان عن هذه السنوات يعني أضعافا مضاعفة في ظل الصراع الذي كان نوعا ما بارد ما بين الشمال وبين الجنوب. تصور هذا العملية. الأمر الآخر أنه الصراع هو كان صراع ما بين الرئيس وما بين النائب الرئيس، تحول إلى صراعا قبليا موجودا هناك طوائف وقبائل، وصل الحد إلى مرحلة عملية تخوف دولي. كانت الأمم المتحدة أجلت يعني كل دول العالم، وهم من عززوا هذا، هم في البداية من عززوا الانفصال هذا ودعموه بالضبط لمآرب أخرى كبيرة جدا، منها موضوع الثروة وغيرها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى اليوم لم يستقر، وبالتالي عملية التوازن لابد أن تكون يعني عملية متكاملة كبيرة جدا، لأن عندما يكون المشروع الوطني هو مشروع. أنت كجنوبي ترى أيضا أنه على أبناء المحافظة الجنوبية أن يتعقلوا في علينا أن نبتعد ونعتبر في هذا الاتجاه. لابد أن نأخذ العبرة والعظة والدرس الأهم جدا في مسألة ماذا سيكون بعد. قد يقولوا هذا ليس موضوعنا، لأنه قد يقولوا نحن نختلف وهناك فروق أخرى. لا يوجد لا فروق، يعني نحن اليمنيين تجمعنا اللغة وكل الفسيولوجيا الموجودة فينا
متطابقة نوعا ما، وكنا أصلا موحدين منذ الأزل، وهو الاستعمار هو الذي قامت وشكلت دويلات، بالتالي أصلا فماشي حاجة اسمها واحدة أصلا حتى نحن نتحدث. طيب. والشعب اليمني شعبا في كل شيء، فما بالك بهؤلاء؟ كان قلت لك لديهم مشروعية قانونية وسياسية بأنهم ينفصلوا، لكن ماذا حقق لهم الانفصال تحديدا؟ صحيح. طيب اسمح لنا نعود إلى موضوع الحكومة وزيارتها وعلاقة الجمهورية اليمنية بجمهورية السودان. معي من السودان الشيخ مراد القدسي، رئيس حزب السلم والتنمية. أهلا وسهلا بك شيخ مراد. حياك الله. أهلا وسهلا. نتحدث عن زيارة الحكومة اليمنية إلى السودان وجهود السودان في دعم الشرعية، ما تعليقك أولا على هذه الزيارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكر قناة سهيل لإتاحة الفرصة للحديث حول هذه الزيارة وحول العلاقات السودانية اليمنية. ولا شك أن العلاقة السودانية اليمنية علاقة متميزة ووثيقة تزداد قوة ومتانة مع مرور الأيام ومع حتى مع الأزمات. والحكومة السودانية سارعت من أوائل الحكومات وأوائل الدول في إعانة الشعب اليمني في الوقوف معها في أزمتها الحالية، في أزمة اليمن الحالية، ومناصرة الشرعية بكل ما تملك من مقدرات. والحقيقة أن زيارة رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن دغر تأتي في هذا السياق لزيادة التمكين هذه العلاقات وزيادة توثيقها، وأيضا فيما علمت أنه قد يزور الجرحى المقاومة وجرحى الجيش الوطني في اليمن الذين يتواجدون على أرض السودان. وإن كنت أنا أريد أن تصل لرئيس الوزراء رسالة مهمة، وهي أن الجرحى يعانون معاناة شديدة ويحتاجون إلى عناية أكثر، وخاصة أنهم في منطقة بعيدة، منطقة مروي، ولا يوجد لهم الرعاية الكاملة. وإن كانت الحكومة السودانية تبذل قصار جهدها في هذا الجانب، لكن لعل صحة الإمكانات لا تساعد في هذا الباب. المهم أن العلاقات متينة وعلاقات متميزة، والحكومة السودانية سهلت كثيرا بدخول الجالية اليمنية أو الذين ينزحون بسبب الصراعات والحرب في اليمن، فهي تسهل دخولهم بدون تأشيرات، حتى رسوم الإقامة خفضت بشكل كبير، ولا يجد أي أحد من المواطنين في أرض السودان أنه في غير بلده، بل هو يعتبر نفسه أنه جزء من الشعب السوداني الأصيل في كرمه وفي حسن تعامله وفي حسن تواضعه. والحقيقة تشكر هذه الجهود لحكومة السيد عمر البشير وحكومته الموقرة على ما تبذله من رعاية واهتمام لكل القادمين من الشعب اليمني إلى أرض السودان. هذه الجهود شيخ مراد وهذه العلاقة المتينة التي أشرت إليها، وكونك أيضا موجود في أرض السودان وعلى تواصل مع الفئات المختلفة للشرائح اليمنية الموجودة هناك، جرحى وطلاب إلى ما وجالية إلى ما إلى ذلك، ما الملفات التي ترى أنه مطلوب تعزيزها مع حكومة الشرعية ومع حكومة الخرطوم في هذه الزيارة؟ الأصل أن إذا أتمنى أن يكون في جدول زيارة الحكومة اليمنية أن يكون لها لقاء بالقطاع الطلابي، وخاصة أن الحكومة السودانية أصدرت قرارا بأن يعامل الطالب اليمني معاملة السوداني في جميع الجامعات. نتمنى فقط من الحكومة أن تلتفت إلى هذا القرار وتعطيه اهتمام لتلتزم كل الجامعات بتنفيذ هذه الاتفاق، لأنه بهذا الوعد، لأن ذلك يسهل على الطالب أن يدرس في أي جامعة من الجامعات. قضية الجرحى الحقيقة هذه قضية كبرى ينبغي الالتفات إليها بشكل كبير. قضية الجرحى
لأن الإخوة الجرحى يحتاجون إلى عناية، يحتاجون إلى دواء، يحتاجون إلى مستشفيات مؤهلة، يحتاجون إلى جهة معنية بالسفارة اليمنية أو في أي. طب أشرت شخص الشيخ مراد، أشرت إلى الدواء وأشرت إلى العلاج وأشرت إلى المستشفيات المؤهلة، هل هناك صعوبات يعني من هذا القبيل؟ هل هناك مثلا قصور في توفير هذه الخدمات من قبل حكومة السودان للجرحى هناك؟ لا، الحكومة السودانية لا يوجد عندها قصور، لا، لأن هي تبذل ما تستطيع، لكن نحن نتكلم عن الحكومة الشرعية التي ينبغي أن تبحث عن سبل لمعالجة القصور الذي قد يطرأ، لأن الجريح يحتاج إلى دواء، يحتاج إلى عناية. إذا كان لا يمكن أن يكون هناك مستشفيات، المستشفيات المؤهلة في العاصمة الخرطوم أفضل من غيرها، فلما لا يكون الجرحى في العاصمة؟ يعني هذه قضية مثلا. الحكومة اليمنية معنية بالجريح، يعني من أراد أن يقدم لك خدمة بقدر ما يستطيع فهذا جهد مشكور، لكن إن كان لهذه الجهة التي تقدم الخير لا تستطيع، فأنت لازم عليكم إخواننا وأبناؤنا والعناية بهم لازمة. ثم أيضا نقل الجرحى، يعني كل فترة وفترة نسمع أن هناك جرحى سينقلون من تعز إلى السودان، سينقلون من تعز، ولكن لم يصل أحد حتى الآن، وكأنهم حتى لا يستطيعون أن يدخلوا عن طريق عدن، وكأن عدن دولة أخرى وتحتاج إلى تأشيرات ونقلها، وهذه مشكلة، مشكلة يمنية داخلية. فنحن الجرحى هم إخوان وأبناؤنا، فأقصد أن الحكومة السودانية مشكورة أنها قامت بهذا الجهد، لكن نحتاج إلى العناية أكثر بالجرحى من قبل الحكومة، وأيضا إذا استطاعت الحكومة السودانية أن تقدم أفضل من هذا فلتقدمه أيضا. وضحت النقطة. هل بقى هناك ملفات تريد الإشارة إليها؟ أنا أقول أيضا لابد من العناية أن الإخوة الذين يتواجدون في أرض السودان سواء الطلاب أو النازحين لابد من الاهتمام بحصر كم عدد الجالية اليمنية وما الذي يمكن أن نقدم لهم من خدمات، لأن الوضع الاقتصادي في السودان ليس مشجعا، لا تتوفر فرص عمل، ولعلهم لا يجدون العمل المناسب أو كيف يعني يكون لهم نفقات لازمة، فأعتقد أن هذا أيضا مما ينبغي أن تهتم به الحكومة اليمنية في هذه الظروف. سفارتنا في السودان وجهودها، هل هناك إشارة إلى هذه النقطة؟ ما سمعت شيئا من هذا ولا طلعت لي. نعم، أشكرك جزيل الشكر الشيخ مراد القادسي رئيس حزب السلم والتنمية، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك الشيخ مراد. إذا أعود إليك أستاذ أنيس منصور، أشار الشيخ مراد إلى بعض الملفات التي لابد من تعزيزها وتأتي في إطار جهود التعزيز، تعزيز العلاقات. في سياق زيارة الحكومة للسودان ذكر بأنها تأتي لإطلاع حكومة السودان ورئيسها عمر البشير بمستجدات الأوضاع في الشأن اليمني، وعلى رأسها المشاورات التي لم تنجح في الكويت بسبب تعنت الإنقلابيين وجهود السلام التي تقاد الآن في المرحلة القادمة. طبعا أنا قبل الحديث عن رد على سؤالك، أنا شيء مؤسف جدا أن يصل اليمنيين إلى داخل السودان بدون تأشيرة، ومخزي ومزري في حق الحكومة وفي حقنا جميعا أن يتنقل اليمنيين من داخل تعز إلى داخل عدن باتفاقية ما بين المحافظين. هذه نقطة مهمة جدا طرق عليها، وهذا شيء مؤسف جدا، وسنظل نقلد أنفسنا ونقلد ذواتنا ونقلد حكومتنا ونقلد الشرعية في هذا الاتجاه. عليها أن تضع حلا ومعالجة في هذا الاتجاه، لأن الوضع ليس فقط وضع سياسي، وضع إنساني. إن لم تكن هناك قيم، لم يكن هناك دين، لم يكن هناك أخلاق، في حاجة اسمها الإنسانية، والإنسانية التعامل مع الجرحى والمرضى والمتطلبات الإنسانية تحديدا، وهؤلاء أي خطر سيشكلون عليه حتى تبرم اتفاقا ما بين المحافظين للأسف الشديد، وهو توبيخ للمحافظين، محافظ تعز ومحافظ عدن الذين وصلوا إلى هذه الدرجة للأسف الشديد. الأمر الآخر أخي، اطلع على موضوع المشاورات، هناك نوعا من الضبابية يفهمها كثير من القادة السياسيين والقادة العسكريين في مسألة التفاعل والتعامل مع الملف اليمني. لا يزال الكثير من التسويق الإعلامي الدولي تحديدا يسوق إما ما تسويقا سيئا جدا. فعلى سبيل المثال، بعض الدول الأوروبية وبعض الدول الأفريقية وغيرها لا تعرف ما هو النزاع اليمني، هل هو نزاعا
كما يريد أن يصوره البعض أنه نزاعا طائفيا؟ هل هو نزاعا سياسيا من أجل الحكم من أجل الثروة؟ هل هو نزاعا ما بين مجموعة انفصالية ومجموعة وطنية؟ هل هو نزاعا كما يصوره البعض أنه ما بين اليمن وما بين السعودية وأن السعودية استخدمت اليمنيين فيما بينهم البين كما يقولون؟ لكن هذا الحدث لابد أن يفسر ويشرح بوضوح في جلاء أنه من الذي رفض السلام ومن الذي تعنت أن يرفض يده لمسألة مصالحة وطنية يمنية كبيرة جدا باستعادة الدولة اليمنية. من الذي إلى أين وصلت المشاورات؟ ما هو البديل والحل كعامل مساعد كبير جدا في مسألة الوضع اليمني؟ خصوصا أن هناك تصريح أيضا البشير هاجم فيها علي عبد الله صالح تحديدا، لا هاجم فيه مندوب الأمم المتحدة السابق جمال بن عمر، نعم، واتهمه بأنه هو من سلم صنعاء للحوثيين. نعم، ليس فقط هذا، هو أيضا اتهم تكلم على علي عبد الله صالح وأشياء كثيرة جدا، تكلم في كثير من المقابلات والتصريحات على هذه المواقف الكبيرة وبما فيها كما ذكرت أنت أنه يعني التحركات التي تتم من حين إلى آخر في مسألة المؤامرة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وهو اتهام واضح أن الأمم المتحدة لم تكن حلا لليمنيين ولن تكون حلا، وهي ليس تدير صراع ولن تكون هي الحل السياسي الأهم للصراع بقدر أنها تعزز ثقافة الصراع وتعزز ثقافة التنافر الموجود الداخلي ما بين اليمنيين. فجاء منطق البشير من هذا الاتجاه، من باب هذا الفكر ومن باب هذا الاتجاه. طيب أستاذ أنس، معنا الآن الأستاذ نجيب طالب نائب رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين بالسودان. سعد الله مساك سيد نجيب. أهلا وسهلا، حياك الله يا حبيب أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك، ونحن نتحدث اليوم عن زيارة الحكومة اليمنية إلى السودان وجهود السودان في دعم الشرعية، وكونك نائب رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين بالسودان، وضع الطلاب اليمنيين وما المطلوب من الحكومة ومن رئيس الوزراء بالتحديد في زيارته الأخيرة أو في زيارته الحالية إلى السودان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أرحب بك وأرحب بالأخ الدكتور مراد الغدسي والأخ الصحفي أنس منصور. مرحبا. بالنسبة لزيارة رئيس الوزراء اليوم، قام وصل اليوم رئيس الوزراء، أشكر اتحاد طلاب اليمن في السودان، طلبنا منه أو قدمنا له أن يعتمد 100 منحة للطلاب خاصة في الوضع الراهن، يوجد الكثير من المبتعين في اليمن، ولكن مع عدم وجود المنح وأيضا إنزال بعض الطلاب والكثير من الطلاب كما سمعت الكثير من الطلاب، لذلك يوجد مضطرين كثير سواء في الوطن أو خارج الوطن مع تعزيز المعلم وأيضا الناس المستقيمين والطلاب المستقيمين داخل الوطن مضطرين. فنحن قدمنا لرئاسة الوزراء بالضبط طلبنا منه أن يقوم باهتماء 100 منحة في إطار تبادل ثقافي، ونعمل منه أن يساعدنا في ذلك. هذه كانت يعني الطلب الذي تقدمتم به لرئيس الحكومة، ما هي الصعوبات التي تواجه الطالب اليمني والدارسين سواء دارسين في الدراسات العليا أو غيرهم، ومطلوب من الحكومة المساهمة في تدليلها؟ نعم، شوف، يوجد الكثير من الصعوبات، خصوصا أول مشكلة يواجهها الطلاب اليمنيين بشكل عام وليس فقط في السودان فقط، يوجد التأخير التعزيز المالي، يعني الآن مثلا التعزيز المالي إلى الآن لم يستلم الطلاب في السودان ولا حتى في كل الدول لم يستلم إلى الآن، يعني وهو المفروض أن يتم استلام قبل حوالي شهرين، هم الآن لم يستلموا أي تعزيز مالي. يعني هذه التأخرات يعني الطلاب يعانون من تصرفات دعنا نسميها القائمين على وزارة التعليم العالي في صنعاء وقطع مستحقاتهم وإلى ما إلى ذلك من التصرفات عبثية، يعني مثلا لم يتم التعليم المالي، وإضافة إلى ذلك
تم إنزال 40 طالب، يعني 40 طالب كانوا في 40 طالب أصلا كانوا في منهم طالب التخرج في الدراسة، يعني نضع على دراسته سنة تبقى عشر منهم في مشروع التخرج أصلا تم قطعهم، تم إنزالهم من كشوفات مثلا نحن في الاتحاد ننزل لدينا نحن فقط بعد يعني مثلا اشتراكات الطلاب لا يوجد اشتراكات الطلاب ايضا في مثلا دعم غير مشروط يعني نقوم نحن بجمع الفلوس هذه ونقوم بمساعدة بعض الاوضاع لكن لاحظ الان من الخبر يعني هناك إشكالية في وصول الصوت واضحا أستاذ نجيب. على كل أشكرك جزيل الشكر نجيب طالب نائب رئيس اتحاد الطلاب اليمنيين بالسودان، كنت معنا من الخرطوم، شكرا جزيلا لك. إذا أختم معك أنيس منصور، أستاذ أنيس، في ما يتعلق بهذه الزيارة، ما المتوقع أن تخرج بها أو كيف تقرأ يعني نتائج هذه الزيارة لما يتم الإعلان عنها؟ المتوقع من هذه الزيارة هي ربما منحا دراسية لكثير من الطلاب اليمنيين، ربما هناك عملية منح أيضا خاصة في الجانب العسكري والجانب الأمني في عملية التدريب والتأهيل والإعداد العسكري العالي. لابد من تواجد السودان في ضمن القوى الموجودة حاليا في ظل أن هناك عملية قطع الطريق على بعض المشاريع التي تريد أن تستهدف اليمن حتى في بعد عملية التحرير، ولابد من تواجد الفن العسكري بنمط سوداني واعي وراعي، وبالتالي سيكون هناك تأهيل عدد من القادة والضباط والعسكريين في مسألة الإعداد العسكري والتعامل في مسألة المعارك بما فيها أيضا معركة الإرهاب سبق، وإن كان أيضا للسودان دور كبير جدا في معركة أو الاشتراك في بعض العمليات التي هي كانت في مكافحة الإرهاب في بعض المناطق. خصوصية حتى هذه القوة هي رسالة لأنه يريد الإنقلابيين أن يقولوا أنهم من يكافحوا الإرهاب وهم من يقاتلون، نقول لهم الشرعية والتحالف الدولي وعاصفة الحزم هي من ستقاوم الإرهاب وهي من ستكافح الإرهاب. ربما يكون هناك اتفاقية بشأن مسألة عملية يعني مزيد من في جانب الطبي والجانب الإنساني في مسألة عملية العلاج وانتداب وغيرها من الأمور، وربما نسمع عن اتفاقيات أخرى ستعقد ما بين بعض الوزراء، لأنه سبق وإن حضر كوكبة كبيرة جدا من الوزراء الهامين جدا في مسألة الكهرباء، شباب الرياضة، الإدارة المحلية، يعني الخدمة المدنية، وزراء متعددين في هذا الاتجاه، فيتأكد أنه ربما يكون هناك اتفاقية لتعزيز هذا التعاون بين هذه الوزارات في عملية خطط ربما سيتم اتفاق بها ما بين اليمن وما بين السودان. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ أنيس منصور رئيس تحرير موقع هنا عدن، شرفتنا هنا. شكرا جزيلا لكم أيضا مشاهدين الكرام، تابعتمونا وشرفتمونا أيضا بمتابعتكم لنا من خلال شاشة قناة سهيل الفضائية، سعيدين بمتابعتكم الدائمة لنا، استودعكم الله وإلى اللقاء.